الله عساكم من عوادة بسبوسة وصابع زينب والتمرية وش اسمه يا ربي القيمات والقطايف العجيبة تهبل شوف هذا يلا خلينا نمشي احنا يا جماعة تعال احمد تعال خلصنا ده فريوقنا والأذان بيقدم شوفوا 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 ايش اشتوك العجيب بطريقتي ودقوس هو ماله لزق والدقوس ودوت محشي مش بتاعنا ده الجيران جايبينه والسمبوسه الرئيسيه وكفته مشويه وتشيكن ستريب بانيه بس بكريسبي والسلطات بتاعتي والتمريه والليجيمات الاساسيه على الفطور شوفوا ما شاء الله عليها شلون تهبل اليوم طالعه صراحه نار وعيش دجاج ومسوي كمان دجاجه محمره يا رب اليوم فطرنا اليوم احمد شوي حبيبي يا رب فطرنا اليوم يعجبكم ايه رايكم كده حبايبي هذا كان فطرنا اليوم فطرنا اليوم على شرف عيد ميلاد مين عيد ميلاد عبود حبيب قلبي روعه 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 خلصنا فطرنا بس حبيت اوريكم فطرنا كان قد ايه حلو بس بقى الجيمات الجيمات دي روعه حطوا نشا وكاستر عشان تطلع كده فطور اليوم بسوي مشبول دجاج طبعا انا الوصفه دي كنت عاملاها معاكم قبل كده هحطها لكم بالديسكريبشن ما حبيتش اطول عليكم الفيديو الدجاج بيفوح بعدين احمره واكيد مكانه العيش ومحمره كهو مكسرات عشان بحطها عليه وعندي هني شويه بانيه بسوي شويه بانيه لان اللي عندي خلص وعيشي مغسول وعندي هنا تشيكين قطعاه كده اللي هو طريقه الشيش طاووق حطيت عليه ملح شويه واحط عليه شويه زيت وشويه كمون وشويه لحظه شويه زيت صغار بعدين احط عليه شويه كمون رشه كمون عشان المعده بس ما راح احط بصل ولا هحط بروب لاني مش هعمله طريقه الروب هعمله طريقه المشويه السريعه بس الكركم اساسي في في الشيش طاووق مالي وشويه بابريكا حمراء تديله طعم ونكهه حلوه وطبعا كزبره بس هقلبهم واخليهم منقوعين ساعه وبعدين ابدا اشويهم معاكم وهيل رشه هيل رشه هيل ضروري بس انا كده خلاص اعتبر خلاص خلصت هقلبهم بصوا بصوا هبدا احلبهم مع بعض واخليهم منقوعين بعدين اشويهم على الجريل دي قاعده احمر الدجاج بتاعي وعندي هنا التتبيله وعيش الكتيته بس مستنيه لما يغلي بعدين اغطيه بس خلاص خليني اسكر واشرب عارف وهنا عندي الدجاج شوفوا التتبيله نقع فيها وبقى تحفه والسخان اوكي هبدا اني انا انزل فيها كده روعه روعه تطلع بقى ريحتها والتوابل وتتشوي من كل حته يبقى احلى شيش طاووق بالدنيا كلها وده كده يعتبر فطارنا اليوم فطار بسيط شيش طاووق دجاج احمر بقى من عندي من الفريزر ابي بوفتيك ابي بانيه سوي اللي انت عايزاه عرفت ان انت التسجيلات بالفريزر عندك بتريحك طول الشهر بس كده انا هشوي كله بنفس الطريقه روعه روعه بصوا 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 فظيع 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 حقيقي فظيع 10 فظيع يلا نشيله مع بعض بقى يمي بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله طفينا النار اهو بسم الله الرحمن الرحيم اثبات شو يلا معانا رايكم ايه رايكم ايه رايكم شوفوا 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 الشيش طاووق العجيب بطريقتي ودقوس التمرية واللبن روعة
عساكم من عوادة بسبوسة وصابع زينب والتمرية وش اسمه يا ربي القيمات والقطايف العجيبة تهبل شوف هذا أيوة يلا عقل نمشي احنا يا جماعة وده كان فطرنا اليوم اللون الخامس وعشان احتفلنا كمان بعبودي بعيد ميلاده إذا كنت أول مرة تشوف قناتي وعجبك الفيديو أتمنى ضغط لايك والاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتظروني فيديو جديد إن شاء الله. تعالوا 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 هاي رأيك يا بودي قاعد يلعب بلاي ستيشن اللعبة بتاعت كل الأطفال. هاي يا بودي رأيك في فطرتك يا مامي حلوة؟ شوفها طب يا بابا حلوه ولا لا بامانه ها حبيب قلبي هابي بيرث داي ابودي قلب مامي وعمر مامي احطها لك هنا على الرف ولا احطها في الثلاجه طيب يا حبيبي احطها في ثلاجتك ولا في الثلاجه اللي هناك لا حاجه احطها في ثلاجتك بص عبودي 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 بلاي ستيشن اطفال اطفال بلاي ستيشن رهيبه بالنسبه لهم المهم هي تورتات عبودي حبيت اوريها لكم في غرفته وهو قاعد بيلعب تمام هين عليها حطها في الأوضة ولا حطها في مكتبك أعطي لك على مكتبك ده مكتب عبودي ودوت سريره دوت كده سرير وهنا جوه المكتب ودي بتاعت الغسيل بصوا 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 أنا حط لك في ثلاجتك إيه رأيكم حلوة حلوة تورتة عبود يلا كلكم قولوا عبودي هابي بيرثداي مستني الفطار طبعا وقاعد إيه بيلعب في أوضته يلا انا هروح احط لك في الثلاجه روعه